تتجوز لما؟ لا مش هفكر خالص يعني. لما يكون في قصور من زوجتي الاولى لا مش هفكر اتجوز ثاني بصراحه. بفكر واخد قرار من امبارح. لما الاقي بنت الحلال لا مش هتجوز ثاني. لما اورث، لما يبقى معايا فلوس هتجوز وقت ما يجي لي عريس. لما اشوف حياتي الاول هتبقى ماشيه ازاي، بعدها نشوفها الجواز بقى ولا نسافر اي حاجه. اي حد ممكن يحصل له مشكله، ممكن مثلا يتجوز ثاني مش مشكله. هو الواحد يجيب النكد لنفسه. طب ما انا اتجوزت اتنين اطلق ليه؟ ربنا محلل لنا 4. هو نص دين الجواز هو لما اصلي بالاول يعني. مش كل من هيتيسر معاه يعني هيتجوز ثاني. طالما الزوجه بره بزوجها، عارفه مسؤولياتها، عارفه واجباتها تجاه بيتها وتجاه اولادها، وبتتقي ربنا، يبقى اتجوز عليها ليه؟